يقول: هل للمسلوك في الصلاة الذي أدرك الركوع أن يكبر كبيرة الإحرام بوضع يديه على صدره، أم يكبر كبيرة الإحرام والانتقال دون أن يضع يديه على صدره؟ المسلوك إذا أدرك القيام، إذا أدرك القيام مع الإمام، إنه يكبر تكبيرة الإحرام ويضع يديه تحت صدره. وأما إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينحط للركوع بدون وضع يديه، ينحط على طول للركوع ليدرك الركوع مع الإمام.